أحلى فكرة وأحلى مشروع. وإحنا طبعا الهدف منا كان مساعدة المزارعين بسبب الظرف اللي بيعيشوه وبسبب كورونا ومخاوفها والأوضاع هذه، كنا إحنا بنزرع منها بنستفيد ومنها بنفيد المناطق المحيطة فينا، عشان يمكن يكون الظروف صعبة لا حركة ولا روح ولا جاي، فكنا بنتعاون ككرة منطقة الريف الغربي كنا بنتعاون فيها عشان تشجعوا وأعطونا المشروع هيا بادرنا فيه وبلشنا نشتغل فيه والحمد لله رب العالمين. كان فكرتهم أنه نأهل هاي البيوت، بتساعدنا أول شيء أنه ما بنتنقل لتجمعات ثانية اللي ممكن نجيب الكورونا وننقلها لتجمعنا، ما بنحتكش كمان بتجمعات ثانية. الإشي الثاني أنه يكون في كمان يعني مصدر دخل لهي التجمعات، وكونها المناطق مغلقة وما بيقدروا يتحركوا على مناطق ثانية كمان يشتروا خضرواتهم ويشتروا المنتجات الغذائية.